سيداتي آنساتي وسادتي، المشموم تيست لكي تتأكدوا إذا كانت لديكم شكوك في علاقة ديالكم. تأكدوا 05-30-300-300 و 05-30-300-300. مصطفى، شخبارك مصطفى؟ وي خويا مومو، صباح كلشي مزيان. الحمد لله حبيبي، كلشي بخير. واخا مرحبا بك، كلشي بخير. بخير خويا مومو، مرحبا. واخا لطيفة، هذه 50 جماعة. وي سيدي، كنتو مصاحبين، وهادي هادي 6 شهور مصطفى باش بديتي كتشك في لطيفة. تقريبا حاكم. وعلاش كتشك في لطيفة وهي لطيفة؟ الناس ما كيشكوش في لطيفة. اخويا لطيفة، خويا مومو، شوف خويا مومو، والله اخويا هذا المشروم تيست هو الحل. اخويا مرحبا، ما خليت حتى حل درتو، ولكن اخويا هذا هو الحل الاخر. مرحبا، علاش بغيتي تجرب؟ علاش؟ باش نقول لك العلاقة ديالنا كيفاش بدات. في الاول بدات هي علاقة عادية جدا، فهمتي، وكان فيها يعني نقول لك هذا 5 سنين يعني اللي فيكس، يعني قبل كنا كنتخاصمو، كنتفارقو شهر شهرين، كنرجعو واحد كاع المدة، أطول مدة كانت عام تقريبا. أييه، فهمتي، كاع مشات صافي، قالت صافي بقات العلاقة بيناتنا ترجعنا. اش نقول لك، ما ابخي من بعد هذيك العام تطورت العلاقه بزاف، ولا كنضربوا بعضياتنا، ولا كنصبروا على بعضياتنا بزاف الحوايج، ولا كندخلوا بعضياتنا بزاف الحوايج، تطورت العلاقه مزيان مزيان. رغم ان تطورت العلاقه بينا، كنهضروا في قضيه الزواج كذا، هذاك الشيء يعني ما عرفتش هادي طبيعي. هي ما غتصبرش عليا، ما كاينش اللي غيصبر لي على هذا الشيء ديالي، وانا ما غاديش نصبر لها على هذا الشيء ديالها. الو كنا غاديين مزيان فهمتيني، ولكن ما كاينش اللي غيصبر عليا. التخميم هذه ما عندنيش، ما عندنيش جد هنا في المغرب. دوك الهضره انت كتفكر بحال هكا، وقت كتقول واش دير. المهم صبرات عليا، صبر عليا. لا خويا مو نقول لك صراحه، نشوف كل واحد عنده العيوب ديالو، فهمتيني. الوغ الانسان ملي كيتحملك بالعتا، انا كنعترف انا نخطا. هو في العلاقات ديال الحب مصطفى، ديال بصح الانسان فاش كيبغي الاخر راه كيكون كيحب لي ديفو ديالو، كيبغي كيكون كيحب ديفويات ديالو، كيحبهم ماشي ماشي كيتحملهم، كيبغيهم. نقول لك اخويا مو واحد القضيه شويه ناقص في الجين. وكان عندي واحد الفكره في دماغي، هذه اللي غنقول انا كنبغيها بصح، هي اللي غيسولني شي واحد علاش كتبغيها، غنقول لي ما عرفتش، ما عنديش الجواب. وانا وصلت لهاد لي طاي هاد هو الحب الحقيقي. نقول بصراحه اخويا يقول لك علاش كتبغيها، واحد الناحيه بري، واحد الناحيه بري، لا واحد الناحيه بري زعما كاين حتى مصلحه. والاسباب اللي درت لك الشك شناهي خويا؟ الاسباب ديال الشك باش نقول لك، يعني انت كتعرف العلاقه ملي كتبدا تفوندي كتحس بها، فهمتي. الوغ بدا تهضر شي حوايج ما كتبغيهمش، كتقول لك اوكي ما بقاش نديرهم، ما كتبقاش ديرهم سي فري. كتقرب منك بزاف، كتكون معاك بزاف، وقت ما عيطي لها كتجاوبك، كتكون معاك في اي حاجه، كتعاود لها شي حاجه كتكون معاك يعني انتيغيستي فيها. من بعد كيبان لك هذاك الشيء تقلب، يعني كيعاود تعاود ترجع معاك الموضوع القديم اللي كنتي ديجا قلتي لها بان ما بقاش باغي هذه، ما بقاش غالي، ويا قبل هذا شو الفوق وشو التحت شي حاجه اخرى ولات كديرو بالليل، فهمتيني. مثلا عنده واحد التوقيت محدد بالليل، يعني انا جاني درني راسي بغيت نعس، ومن بعد كنلقاها مكونيكتي ولا شي حاجه. ومؤخرا حصلتها يعني في واحد اللايف، طلع فين؟ لا ما طلعش، لا كدوي يعني، كدوي كتكومونتي. انا مبغيش نحدد لك بزاف، باش الا كان كيفاش كيتصنط ولا شي حاجه ما يعرفش ما تعرفش. لا لا بلاتي دابا، بقا تقول لي شوف كيتصنط ما كيتصنطش. هو خويا ايت راديو كلشي كيتصنط اخويا، ما نقولش زعما الصراحه كاين شي حوايج ما بغيتش. الا بغيتي جو، الا بغيتي نحبسو دابا نحبسو دابا، كتبان شي كدير فيها. لا ماشي نحبسو، فهمتي، زعما الا هي ما تعرفش قولي انت شي دابا. المهم ما عليناش، انت دابا شوف ارتاح، انت مرواد. لا مرتاح ولا اخويا مو لا انت مرتاح، شويه مرواد، افكار مرونه ودايخ. واخا نعيطو لطيفه يكون خير ان شاء الله. دابا ندخلك الشكوك، واحد النهار كانت غلطات وصيفطات لك واحد السكرين بالغلط. بالغلط ماشي السكرين، شنو فيه؟ نخليو فهمتيني بين قوسين، سكرين البي اللي بانك دير مع شي واحد اخر، سكرين تهضر مع شي واحد. المشروم تيست صافي، نعيطو لطيفه دابا. ثلاث صوت مهمه مصطفى، المشروم تيست هو التيست، تقدر تكون بوزيتيف نيجاتيف، تقدر تعزك انت ما تعزكش انت، الا ما عزلتش انت غير بالله تي احسن. وثالثا خصك لابد تهضر معاه في الاخر، لابد. واخا بالعكس بالعفو اخويا. عيطو. الو الو الو، السلام عليكم، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك الحمد لله. نقدم لك راسي، معك فاتي من شركه ورود المغرب. حنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود، وفي اطار تعريف بالمنتوج ديالنا اكثر درنا واحد القرعه صغيره. ومبروك عليك، راك ربحتي معنا مشموم ديال الورد، تقدري تهديه للحبيب، الخطيب ولا الزوج ديالك. اعطيني السميه ديالو، مدينه، رقم التليفون. وقطعات سالينا في التليفون اخويا مصطفى. الله اكبر. غادي نعاودو نعيطو لها اخويا مصطفى. الو الو، وي تقطع لي الخط.
نكمل لك الهضره. الا كنتي مخطوبه مزوجه في علاقه هذه الفرصه ديالك باش تهدي هذا المشموم ديال الورد وتعبري ليه على الحب ديالك بطريقه زوينه. المشموم ديال الورد يوصلوا حتى لعندو سواء الخدمه سواء الدار. عطيني لي كوردوني ديالو حنا كنتكلفو وما غادي تخلصي والو كلشي على حسابنا. لما تبغي تهدي هذا المشموم ديال الورد كني بها انا غير الماما ما عندي حتى حد. وماما كتستاهل كل خير كاع الكادويات ديال العالم كيبقاو كلين في حقها. عندي ماما وعندي بابا ديما معايا حتى في النوم. لا تيفا على تيفا ماما كي دايره اش اخبارك كلشي بخير صحه لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. انت معنا في الماتش ممتاز واش ياو كيفاش ولا باش انا اللي معايا دابا باش يجربك غلط؟ لا ما غلطش. انا عندي واحد كنعرفو سميتو مصطفى هو الوحيد اللي كنعرف. علاش ما قلتيش سميتو قبل؟ علاش؟ ايوه علاش ماما علاش؟ علاش قلتي ماما علاش؟ ايوا ماما راه بحال بحال. لا ماماك لا ماشي بحال بحال صحيح ليك ماماك ماماك ومصطفى مصطفى كل واحد وبلاصتو. مصطفى شحال؟ 50% ولا عاوتاني زيد فيها ولكن ماما يا ماما عزيزه عليها بزاف وما تزيدش فيها عاوتاني 50%. لا عرفتي انا شوف ماما راه هي ما توقعش انا ندير هذا الشيء والله ما توقعت ندير هذا. ايوا هي غير قلنا لها قالت لي عندي واحد مصطفى طران نيشان صافي فينيش. لطيفة توتو صافا توتو توتو مزيان اخويا الله يكمل بالخير. توتو انت معقول مع السيد ضروري مزيان الله يكملكم بالخير. مصطفى بقيتي على خاطرك ارتاحيتي؟ الله يحفظك خويا مومو ساعة سعيدة اخويا. ساعة سعيدة حبيبي الله يكملكم بالخير. دير معنا تنتوما المشموم تيست عيطوا 0530 300 300 0530 300 300